ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسل رمضاني جديد، وده انا شايف من وجهه نظري من اكتر المسلسلات، يعني او من اكتر التريلرز بتاعت مسلسلات رمضان الناس مستنياها، وانا اولهم. المسلسل النهايه بتاع يوسف الشريف النهارده نزل، او مش ده مش النهارده، ده مفيش من 10 دقايق تقريبا نزل التريلر الاوفيشال تريلر او التريلر الرسمي بتاع المسلسل. فدلوقتي هنعمله على طول صفر الرياكشن، هنتفرج على طول على التريلر. طبعا كالعاده انا معرفش ايه اللي في التريلر. الحاجه الوحيده اللي اعرفها ان في يوسف الشريف، والحاجه الثانيه الوحيده اللي اعرفها ان هو بيتكلم عن المستقبل. وانا كنت عارف ان الحوار ده بيتكلم عن المستقبل من ساعه لما قالوا هيعملوا مسلسل بعنوان اسمه النهايه، وهيتكلم عن المستقبل، وهيبقى ليه علاقه بالريبليكاز والروبو والحاجات دي كلها، زي ما كنت قايل في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت. فاوريدي عارف ايه اللي هيشبه هيدور، يعني فاحتمال هيبقى النهايه اللي هي ممكن نهايه العالم، الله اعلم. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه دلوقتي معاكم لاول مره ومتحمس جدا ان انا اشوفه. يلا بينا. عمري ما كنت مقتنع بنظريه المؤامره، عمري ما كنت مصدق ان في خطر بيهدد الحياه على الارض باستثناء غباء الانسان وجهله وفساده. ولو كان اي حد سالني في اي وقت عن نهايه العالم كنت هقول له ان العالم اصلا واقف على حافه. لما العدل بيغيب لازم الحرب تحصل. بدرس لمجموعه اطفال في ملجأ. أكيد لا. أنا بحاول أحل المشكلة اللي كلنا بنعاني منها، بدل ما هنصحى في يوم نلاقيها ضلمت. أنت مجرد آلة، آلة بتبرمجة على الكذب واللف والدوران. الروبوت ده اسمه زين، ويبقى جوزي. كده جاي معايا بالحسنى؟ تحب تشوف الوش التاني؟ اوكي. بصوا، عندي حاجات كتير عايز اقولها. التريلر اولا حلو فشخ بامانه، التريلر بجد حلو جدا، وما كنتش متوقع ان هو هيبقى حلو كده. اوكي، انا قاعد حرفيا التريلر كله، يعني ام شوكت ان انا اول مره في حياتي، حرفيا اول مره بجد في حياتي اتفرج على تريلر لمسلسل رمضاني يكون بالمنظر ده. حاجه بجد عظمه. باين قوي الصرف، باين بجد على المسلسل، والصرف معمول كويس، وطريقه التصوير وطريقه الاخراج والسينماتوجرافي، يعني لا صارفين في المسلسل ده، هم صارفين بصراحه يعني، وعاملين شغل كويس يعني تحفه. انا لحد دلوقتي بجد انا منبهر، يعني ان احنا اخيرا ممكن هنشوفوا حاجه زي كده في رمضان، او غير الحاجات اللي احنا بنشوفها كل سنه غير العاده. وهنبدا بقى طبعا بشابو يوسف الشريف والكلام ده كله. الحاجه الثانيه اللي انا ضايقتني شويه، الحته لما جه وقف يعني بالقطر اللي داخل عليه ده، فكرتني شويه بهانكوك بتاع فيلم بتاع ويل سميث، وقفلتني برضو سنه، مش قوي بس قفلتني سنه، ان هو طالما اخذوا الحته دي يبقى ممكن هيكونوا اخدين حتت من حاجات تانية، من افلام تانية. وبرضو مش عايز احكم من غير ما اشوف، تمام، بس حاسس ان هيبقى اخدين شويه من اي روبوت. انا مش بقول ان هم اخدين مثلا البلوت وهم هيكملوا عليه، او مثلا اخدين القصه وهم هيمشوا بقى، يعني اخدين نفس القصه وماشيين عليها، لا انا ما قلتش كده. ممكن يبقوا اخدين ممكن مشاهد من نوعيه الافلام دي، اي روبوت او اي ام ليجند او ستار وورز او ستار تريك او وات ايفر، الحاجات اللي هي الافلام اللي ليها علاقه بالساينس فيكشن. يعني مثلا المشهد اللي هو اللي جه في التريلر ده، في الحته بتاعت القطر دي، دي متاخده بالظبط من هانكوك. وفكره ان هو برضو ممكن يكون متاخد شويه، عشان برضو الناس ما تجيش تقول لا ده مش مسروق، ممكن يكون متاخد برضو شويه من جيميناي مان، ان هو هيبقى فيه تقريبا يوسف الشريف هيبقى طالع بتو كاركترز في المسلسل ده. برضو حاجه من الحاجات اللي فهمتها من التريلر، ان هو تقريبا هيبقى زي ما قلت، ان هيبقى فيه ريبليكا لي، هيبقى في واحد هيبقى شبهه بالظبط، بس هيبقى يوسف الشريف اللي هو الحقيقي البني ادم، وهيبقى يوسف الشريف اللي هو الريبليكا بتاعه، او اللي هو الروبوت المصنوع من الروبوت. وده
شوية من جيميناي مان. بري بطولة في يوسف الشريف وفي عمرو عبد الجليل، من الحاجات اللي انا بجد منتظرها في المسلسل ده، وانا متأكد 1000000% ان ان عمرو عبد الجليل هيكون واحد من الحاجات اللي هتنجح المسلسل. ومعانا كمان عمر الشناوي، ومعانا كمان محمد جمعة، ومعانا كمان ياسمين علي، ومعانا كمان محمد لطفي. تأليف طبعا عمرو سمير عاطف، واخراج لياسر سامي. نسبة تراقبي للمسلسل طبعا هي 10/10 بكل تأكيد، لان هيبقى يعني العمل اللي معمول ده تقريبا انا في حياتي ما شفتش حاجة كده بالحلاوة دي معمولة في مسلسلات رمضان. ما احنا مش متعودين اصلا على الحاجات دي ان احنا نشوفها في مسلسلات رمضان. فطريقة التصوير وطريقة التمثيل والطريقة اللي هم عملوا بيها التكنولوجي والحاجات دي كلها حاجات جديدة علينا احنا كمصريين في حاجات بتتعرض ليها مسلسلات في رمضان وكده. يعني حتى كأفلام ما شفتناش افلام مصريه عملت حاجات زي كده قبل كده يعني. فمسلسل 30 حلقه من الحاجات دي هتبقى حاجه كويسه يعني. هيجيبوا لنا طبعا هيشرحوا لنا بقى ايه اللي حصل، لان هو تقريبا هو 50 سنه تقريبا، هو 50 سنه من السنه دي، تاثير التكنولوجي والتاثير بتاع المستقبل، وهيبقى فيه روبو، وهيبقى فيه ناس بتموت وناس بتعيش وناس بتسرفايف وحاجات كده يعني، والتكنولوجيا ازاي اللي هي يعني اثرت على العالم والكلام ده كله يعني. بس ما عنديش اي حاجه زي ما قلت للمسلسل. طبعا ترقبي للمسلسل 10/10 بكل تاكيد، وده طبعا وش واحد من المسلسلات اللي هنتفرج عليها. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل النهايه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا الفولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.